مساكم خير ومسانا معاكم غير، مسانا أخضر وقلوبنا لونها أحمر. في يوم الوطن وذكرى التوحيد، يوم عزيز على قلوبنا كلنا، لعيون السعودية البحرين اليوم خضرة. مساكم جميل يسري من البحرين إلى الدمام وينبع عسير، إلى نجد والحجاز ومكة والمدينة، مسا كله سرور وبالفرح معقود، مسا ورد الطايف والكادي لكل المشاهدين. أكيد في البحرين فرحة أهل وإخوان وجيران، فرحة في عيون الجميع، كلنا والسعودية لها عنوان، تشوفونها اليوم في كل مكان، في المدن والقرى تحتفل بهذا اليوم وتزدان. نعم إيمان، فرحة ما تنقسم نصين، والحب وما يسع اثنين، اللي حبك السعودية استوطن القلب والوجدان. من البحرين من هنيا هنيش بيومك الوطني، وكل أيامك إن شاء الله أمن وأمان. نحييكم مشاهدين تلفزيون البحرين، نواصل معاكم فترات بثنا المباشر في اليوم المفتوح اللي نحتفي فيه قيادة والشعب باليوم الوطني السعودي تحت ذكرى التوحيد راية لا إله إلا الله. معاكم في هذه الساعات المليئة بالحب والمودة لقيادة وشعب غالي نحبه ونوده، ويومنا المفتوح شاهد علينا، طرزناها بكل معاني الفرح بهذا اليوم. بالتأكيد عمق العلاقات اللي تربط المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا في تجدد دائم وتطور مستمر، تترجم متانة وقوة ما بين المملكتين والشعبين الشقيقين من تلاحم وأواصر قربة وشائج مصاهرة وجيرة تحرص كل منهما على التمسك فيها. نعم، علاقتنا بوطن التوحيد الشقيق الكبرى علاقة مميزة، كتميز قلوب شعبيها المحبين لبعضهم البعض، فهي امتدادنا التاريخي وعمقنا الاستراتيجي، ووحدة الدين والمصير والأهداف المشتركة. وحول تاريخ هذه العلاقات المميزة نشاهد هاللقاء للسيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام، تابعوه معنا. بداية بين قيادات وبين يعني علاقة رسمية، وإنما علاقة شعبية يمكن كانت أقدم من العلاقة الرسمية. كما يعرف الجميع عندنا أخوة في البحرين عاشوا بين واستقروا في البحرين ومارسوا العمل التجاري والاجتماعي في البحرين، وما زال كثير منهم موجودين في البحرين. هذا لأن يمثلون اللحمة الحقيقية بين بلدين وشعبين متجاورين. المملكة العربية السعودية يشكل هذه اللحمة الأساسية التي تجمعنا احنا والمملكة.
الإنساني اللي بين الشعبين هو الأساس. هذه الجسور مثل ما قال غازي القصيبي جسور من حجر، فما تربطنا من مو هي اللي ربطتنا مشاعرنا وتلاقينا المشاعر الإنسانية بين شعبين، ويمكن روابط عائلية أكثرها يعني طبعا. فإحنا علاقتهم نلتقي دائما، يمكن في الشهر لازم على الأقل مرة واحدة نلتقي، وفي المناسبات الأعياد نلتقي، ودائما إذا عندنا مشكلة هم يحسون فينا، وإذا عندهم مشاكل بعد احنا نعس فيهم. يعني الروابط هذه مثل ما تفضلت عائلية وروابط أهلية، وفيها مشاعر حميمية ما يمكن يعني تصير بمراسيم ومثل ما قلنا احنا بشكل رسمي، هي طبيعية أكثر من ما تكون هي رسمية. ومن بعد هالتقرير لكلمة مستشار جلالة الملك سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر، نواصل معاكم فقرات بثنا المباشر المفتوح. واليوم تحتفل المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني، هذه المملكة اللي نجحت في قيادة العرب نحو مزيد من الوحدة والعزة، وحققت إنجازات تنموية باهرة كسبت من خلالها احترام العالم أجمع. السعودية مواقف راسخة مع مملكة البحرين، سطرها التاريخ وسطرها الشعب السعودي والشعب البحريني في ذاكرته ووجدانه. بالتأكيد طبعا أحمد، مثل ما نعرف المملكة العربية السعودية إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية رائدة على مستوى دول مجلس التعاون، وهذه الإنجازات تعتبر من أهم الركائز اللي تدعمها المملكة العربية السعودية لدول الخليج العربي لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة في مملكة البحرين. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بسعادة النائب عبد الرحمن بومجيد، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب. مساء الخير وحياك الله معنا. مساكم الله بالخير، شكرا على الاستضافة. يا هلا مرحبا فيك. طبعا في البداية سعادة النائب، حابين لو تكلمنا عن الارتباط التاريخي والأنظمة السياسية والأمنية والاقتصادية المشتركة بين المملكتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا نتقدم بخالص التهاني والتبركات بهذه المناسبة السعيدة إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولكافة الشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية. يمكن احنا في البحرين يعني نشوف احتفالاتنا بالمملكة العربية السعودية واليوم الوطني للمملكة العربية السعودية غير، نشوف الاحتفالات الشعبية، شوف الاحتفالات في المجالس اليوم إن كانت ندوات أو أشعار يتغنون بحبهم للمملكة العربية السعودية، نشوف وسائل التواصل الاجتماعي، نشوف الصحافة التلفزيون، كل هذه رسائل حب وتقدير للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعب، وهذه يعكس العلاقات بين قيادة البلدين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من أواصر
وعلاقات تاريخية قديمة مستمرة، وإن شاء الله تستمر إلى ما لا نهاية. وهذا انعكس على الشعب البحريني اللي اليوم نشوف يعبر بتلقائية عن حبه وسعادته بهذا اليوم المملكة العربية السعودية. يعني الحديث عن المملكة العربية السعودية ودورها ليس فقط ما يتعلق بالبحرين، ولكن كافة الدول العربية والدول الإسلامية ما قدمته المملكة العربية السعودية من جهود جبارة في كافة المجالات، إن كان لحفظ أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية، إن كان دعم للتطوير أو التنمية المستدامة في هذه الدول. يمكن تحضرنا كلنا الذاكرة في 2011 كيف المملكة العربية السعودية كانت الداعم الأكبر لحفظ أمن واستقرار مملكة البحرين، لم تبخل بأي جهد لاستقرار البحرين، ليس فقط مملكة البحرين ولكن على كافة الأصعدة، إن كانت السياسية الاجتماعية والاقتصادية أيضا والاقتصادية. ناهيك عن ما قدمته المملكة العربية السعودية لبقية الدول كجمهورية مصر العربية، جهد كبير لاستقرار مصر العربية، تلبيته لنداء الحكومة الشرعية باليمن من خلال تدشينها لعاصفة الحزم، ومن ثم إعادة الأمل لاستقرار الشقيقة اليمن. كل هذه الجهود خلال فترة يعني خل تتقهوى براحتك كل هذه الجهود خلال فترة قصيرة أرسلت رسالة المملكة العربية السعودية بأن هي العمق الاستراتيجي للأمة العربية والإسلامية، أرسلت رسالة بأن هي الداعم الأكبر لمحاربة الإرهاب والتطرف وزعزعة أمن الأمة العربية والإسلامية. شاهدنا القدرة المملكة العربية السعودية لتنظيم تحالف العربي الإسلامي ضد الإرهاب بمشاركة كافة الدول العربية والإسلامية، شاهدنا تمرين رع ذكر الاسم رعد أو تدريب العسكري للقيادات العسكرية في الدول العربية والإسلامية في كان في المملكة العربية السعودية. كلها هذه رسائل أولا للدول العربية والدول الإسلامية بأن أمن واستقرار هذه الدول هو من أمن المملكة العربية السعودية، ورسائل إلى كل من يحاول أن يتسول له نفسه بالعبث بأمن واستقرار هذه الدول. فبالتالي يعني أي كلام اليوم نقوله في حق المملكة العربية السعودية في الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في خدمة الأمة العربية والإسلامية يعني ما راح نوفيها حقها. سعادة النائب، طبعا تكلمنا عن دور المملكة العربية السعودية بشكل سريع، ولكن احنا نبي ايضا نتكلم عن دورها الاقليمي في المنطقة، فلو تتكلم عن دور المملكة العربية السعودية الاقليمي. هو التدريب كان رعد الشمال. نعم. عشان بس طبعا المملكة العربية السعودية مثل ما ذكرت لك تلعب دور محوري وأساسي، دور محوري تعمل على صيانة وحماية الأمن القومي العربي والإسلامي من خلال يعني شفنا كل ما يمس أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية، نلاحظ أن السعودية لها دور في الحفاظ على أمن واستقرار هذه الدول. شفنا في البحرين، شفنا تدخلات في العراق، شفنا مساعيها في سوريا، شفنا مساعيها في اليمن وفي مصر، ناهيك عن البلدان الأخرى الإسلامية التي تعمل المملكة العربية السعودية على حفظ الأمن والاستقرار فيها، إضافة إلى الأعمال الخيرية والإنسانية التي يعني ميزانيات كبيرة وضخمة تصرف على ترصدها المملكة العربية السعودية لمساعدة هذه الدول. هناك مركز سلمان للإغاثة والأعمال الخيرية لدشن العام الماضي، يقوم دور كبير
في إيصال المساعدات للاجئين والمنكوبين أيضا. صحيح بالضبط. يعني هذه جزء يسير من الدور الكبير اللي تقوم به المملكة العربية السعودية. شفنا التنسيق الرباعي من أجل مكافحة الإرهاب في الفترة الأخيرة، وهذا طبعا جهد مشترك من قبل هذه الدول لمحاربة الإرهاب. الهاجس الأكبر هو التطرف والإرهاب، والمملكة العربية السعودية قاعدة تقوم بدور كبير في محاربة هذه الآفة بالتضامن مع بقية الدول العربية، وإنشاء مركز الإرهاب في الرياض. ها راح يكون له دور كبير أيضا للتصدي للفكر المتطرف والإرهاب بالتأكيد. يعني مثل ما نعرف أن السعودية هي السند الدائم لمملكة البحرين، سندها في شؤونها الاقتصادية مثل ما تفضلت وذكرت، والسياسية، ودعم أمنها واستقرارها أيضا. لكن لو تكلمنا أكثر عن الشراكة بين البلدين في الأمور الأخرى. يعني شوفي، احنا مهما اذا تكلمنا يعني ما بنوفيهم حقهم حق السعوديه. العلاقات البحرينيه السعوديه كانت علاقات اسريه. صحيح. يعني الروابط كثيره، رابط الدين، اللغه، المصير المشترك، التبادل، يعني العلاقات الاسريه. اليوم المملكة العربية السعودية يعني مثل أنا ما ذكرت لك في البداية، يعني يكفي تشوفين مظاهر الاحتفالات في البحرين، هاي أكبر رسالة للشعور البحرين تجاه المملكة العربية السعودية. يمكن يعني جسر الملك فهد هو يعني ربط، كان يعني الرابط الأكبر للتنقل، ولكن على مر الزمان القلوب صح مترابطة مع الأخوان وأهلنا في المملكة السعودية، وهم يعني يبادلوننا نفس الشعور، نفس الأحاسيس. وأهلنا وحبايبنا وجيراننا يعني بالتأكيد. أحيانا إحنا يعني في مجلس النواب يعني في قضايا سياسية أمنية، ولكن يعني في هذا اليوم ما نقدر نعبر عن حبنا وتضامننا الكامل وتقديرنا لخادم الحرمين الشريفين لولي عهده، للشعب السعودي على كل ما يقومون فيه، كل ما يقدمونه لمملكة البحرين. كذلك أنا أسجل يعني شكر وتقديري لمملكة البحرين، يعني جلالة الملك الله يحفظه وحكومة مملكة البحرين والشعب البحريني اللي فعلا أظهروا يعني حب متبادل مع الشعب الكويتي، الشعب السعودي، وهذه يعني أعمق رسالة يمكن توصل إلى الشعب السعودي. بالتأكيد. نعم. في نهاية لقائنا لو تلقي لنا كلمة بهذه المناسبة السعيدة على قلوبنا. يعني احنا طبعا انا امتاز هذه الفرصة. نعم. فرصة لي انقل تهاني وتحيات الشعب البحريني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده، إلى كافة الشعب السعودي بهذه المناسبة. نسأل الله أن يعيد عليهم بالخير والبركات، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية والبحرين وكافة الدول العربية والإسلامية، وأن يستتب الأمن والأمان في هذه الدول. شاكر لكم استضافتكم، اتمنى لكم كل التوفيق، واشكركم حقيقه على هذه المبادره، يعني اللي فعلا تعكس حرص حكومه البحرين والشعب البحريني على مشاركه الشعب السعودي افراحه. نعم طبعا، البحرين والسعوديه بلد واحد. سعاده النائب مشكور ويعطيك العافيه. نشكر سعادة النائب عبد الرحمن بومجيد، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، على تواجده معنا في الفترة المسائية من اليوم المفتوح بمناسبة اليوم الوطني السعودي. أما الحين في هذه الأجواء الاحتفالية بمناسبة عزيزة على قلوبنا كلنا، اليوم الوطني السعودي وذكرى التوحيد تحت راية لا إله إلا الله، هذه المملكة العريقة بتاريخها الأصيل الحافل بأمجاد مؤسسها المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه.
هذه الذكرى العزيزة أسست لمسيرة البناء والتقدم والتجديد اللي تواصلت عبر تاريخ ملوكها من آل سعود الميامين حتى وقتنا الحاضر لتحقيق تنمية شاملة في جميع المجالات وعلى أعلى المستويات. خلونا نشوف هذا اللقاء مع الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة في البحرين. العلاقات بين المملكتين علاقات أقل ما يقال عنها أنها مثالية، ترقى إلى أن تكون نموذج فريد بين علاقات الدول. الشعبين السعودي والبحرين والبحريني شعبين في شعب واحد، ودولتين في دولة واحدة، وقلبين في جسد واحد. يعني هذه العلاقات اللي بدأت من حتى قبل تأسيس المملكة العربية السعودية، من الدولة السعودية الثانية إلى عهد إلى قيام وتأسيس المملكة العربية السعودية بوضعها الحالي الحمد لله، وما نراه من هذه المحبة والتآزر والتآخي بين المملكتين شيء الحقيقة يثير الإعجاب. أن يعني النمو الهائل في هذه العلاقات، سواء كانت سياسية أو سواء كانت اقتصادية أو سواء كانت اجتماعية، لا أعتقد أنا أن يماثلها أي علاقة بين أي دولتين. طبعا هذه العلاقة التي توطدت بين الحكومتين وبين القيادتين الرشيدتين وبين الشعبين ليس بمستغرب. فيعني اللحمة الاجتماعية والأصول العربية والديانة الواحدة واللغة الواحدة، هذا يعني قليل من كثير يربط المملكتين. ما أرى أنا من هذا التطور والنمو، أعتقد أنه يزداد صلابة مع مر الأيام، وكلما مرت المنطقة بمحن كلما ازدادت هذه العلاقة صلابة وقوة وأخوة وتآزر. نحمد الله سبحانه وتعالى. الآن يعني قل من يعرف بأن التبادل الاقتصادي بين الدولتين وفي الجهتين يخدم كلا الاقتصادين. نمو يعني أقل ما يقال عنه أنه يرقى إلى علاقات الاقتصادية بين الدول يعني القوية والعظمى اقتصاديا. فالحمد لله يعني التبادل التجاري والميزان التجاري بين الدولتين في كلا الاتجاهين الحقيقة وصل إلى مستوى رائع جدا، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أنه أيضا يزداد قوة ومتانة إن شاء الله. مشاهدينا راح ننتقل الحين إلى الزميلة زينة مصطفى المتواجدة في جزر أمواج عشان تنقل لنا معالم الفرح والاحتفال بهذا اليوم الوطني السعودي المجيد. تفضلي زينة. أحب أهنئ المملكة العربية السعودية وأيضا المواطنين وأيضا القيادة الرشيدة بهذا اليوم، والله يديم نعمة الأمن والأمان عليهم وعلينا أيضا. اليوم الاحتفالات على قدم وساق، وأيضا أخواننا من المملكة العربية السعودية حابين أنهم يشاركونا فرحتهم بهذه المناسبة، وقاعد يعيدون معنا في هذا اليوم. معاي أحد زوار المملكة، خلينا نتعرف عليه أكثر ونشوف شنو كلمته اللي يوجهها بمناسبة هذا اليوم. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. عبد الله الداود كاتب وروائي. نعم، في البداية نبي منك كلمة توجهها بهذه المناسبة. اولا اهدي سلامي وتحياتي الى مقام خادم الحرمين الشريفين والى ولي عهد الامين
بهذه المناسبة الكريمة العيد الوطني الغالي علينا، أدام الله علينا الأمن والأمان. بالعادة شنو تحبون تسوون في اليوم الوطني؟ شلون تحتفلون في اليوم الوطني؟ خلينا نتكلم بالسعودية. والله الفرحة لا تسعنا بهذه المناسبة الكريمة ومن هذه المناسبة الغالية. الوطن غالي على جميع، الوطن هو الحضن الدافئ لنا جميعا. نحن في المملكة العربية السعودية نعيش أمن وأمان وفي رغد من العيش تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، ونعيش في أمن جميل ورائع جدا. نحن قدمنا إلى المملكة البحرين، مملكة البحرين، لقضاء هذه الأيام الجميلة والسعيدة في ربوع وطننا الثاني. هذه المملكة الجميلة الرائعة سعدنا جميعا بالاحتفاء فيها. بالأمس كان في مجمع السيف كان هناك احتفاء رائع لنا، كانت هناك فرقة تعزف لنا الأناشيد السعودية. نشكر بهذه المناسبة مقام ملك البحرين والشعب البحريني صاحب الاحتفاء الجميل. كل ما مررت في مكان أجد هذا الاحتفاء، أجد المساندة والمساعدة. نحن والبحرين أخوة وأشقاء، ونحن جميعا أبناء الخليج العربي الواحد وأبناء هذا الوطن المترامي. لا نسمي البحرين وطن والسعودية وطن، كلنا أبناء وطن واحد ولله الحمد والمنة. الجميع يهني السعوديين ويرحب فيهم ويتمنى لهم عاما مجيدا تحت ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة وتحت ظل قيادة هذه الدول الخليجية الواحدة المتوحدة. الملك سلمان حفظه الله قالها ويقولها: نحن أبناء وطن واحد ونحن أبناء شعب واحد، لا فرق بين السعودي وبحريني وكويتي، نحن أبناء مجتمع واحد وخليجي موحد مترامي الأطراف. الله يديم الأمن والأمان ويديم عليكم الفرحة والسعادة. الله يسعدك ويخليك. يعطيك العافية. مشاهدينا اكيد اجواء الفرح وايضا يبين ايش كثر ان احنا ما تفرق بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه، فرحنا واحد وامننا واحد، والله يديم الفرح والامان علينا وعليهم يا رب. مشاهدينا بكذي انا اكون وصلت لنهايه تغطيتي، اكيد راح اشوفكم من خلال الحلقه ولكن راح نرجع الاستديو مع الزملاء. شكرا لزميلتنا زينه. مشاهدينا فاصل وراجعين لكم، خلكم ويانا. أرجع أحييكم مشاهدينا ونواصل معاكم فقرات برنامجنا الخاص في اليوم الوطني السعودي. اليوم الوطني السعودي يستحضر فيها الماضي اللي يرفل بالأمجاد والإنجازات الكبيرة اللي تحققت على جميع الأصعدة وفي كل المجالات، وشكل نقلة استثنائية مدروسة نحو التطور والتقدم وأصبح مدعاة للشموخ وأيضا للفخر. بالتأكيد المملكة العربية السعودية إنجازاتها القديمة والحديثة نفتخر فيها، ونخص التطور اللي شهدت المملكة في الجانب الرياضي وإنجازاتها الكثيرة في هالمجال. وأكيد معنا عبر الهاتف الإعلامي الرياضي فيصل الشوشان. مساك الله بالخير أستاذ فيصل. مساكم الله بالنور والسرور، أمسي عليكم على جميع أهل البحرين، وكل عام ونحن معكم بألف خير إن شاء الله. يا هلا ومرحبا فيك. طبعا أكيد بداية حابين ناخذ منك كلمة، شو تقول في هذا اليوم الأغر والأعزيز على قلوبنا كلنا؟ الحمد لله على حمد كثيرا طيبا مباركا فيه. تحتفل المملكة العربية السعودية بلا شك في هذا اليوم المجيد، هو عيد وطني ولكن غير عن كل الأعياد. نحتفل اليوم ونحن في أمن وأمان وفي عز واستقرار ورخاء في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين. لا يستطيع الإنسان مهما كان أن يعبر أو أن يتحدث أو أن يصف مشاعره في هذا اليوم العظيم في تاريخ المملكة العربية السعودية. نحن اليوم نفرح والخليج يفرح والوطن العربي بالكامل يفرح مع المملكة العربية السعودية في هذا اليوم المجيد. بلا شك هي فرحة وطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم أفراحنا ويديم إنجازاتنا وأن تستمر المملكة والبحرين وكل الدول العربية والإسلامية في خير وعطاء ونماء.
اللهم آمين. أستاذ فيصل، المملكة حققت الكثير من الإنجازات الرياضية، طبعا نهنيكم على الإنجاز الأخير وتأهلكم لكأس العالم في روسيا 2018، فإذا عندك كلمة بهذا الشأن. يعني هذا أعظم إنجاز ممكن يتحقق على المستوى الرياضي هو وصول المنتخب الوطني إلى مونديال كأس العالم 2018. يعني لعل من المصادفات أن الصعود إلى المونديال سبق اليوم الوطني بفترة بسيطة، أيضا كذلك استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للاعبي المنتخب السعودي وأعضاء الاتحاد السعودي كرة القدم قبل اليوم الوطني بأسبوع، مما يعني أن القيادة حفظها الله تعطي كل الاهتمام للقطاع الرياضي وللمنتخب الوطني، وبلا شك هذا يعني أعظم إنجاز ممكن يتحقق على مستوى كرة القدم في السعودية. ما في شك يعني عملية الإنجازات الرياضية غبنا عنها سنوات طويلة جدا، خصوصا فيما يتعلق بالمنتخب، ولكن عندما نعود ونحن أقوياء، نعود ونحن بالفعل نحن أصحاب الريادة وأصحاب التجربة في كأس العالم، أربع مرات أنك تلعب كأس العالم والآن تكرر هذه الكرة للمرة الخامسة وتصعد إلى روسيا، أنا أعتقد هذا إنجاز بلا شك إضافي. أكيد أكيد هذا الإنجاز يعتبر أيضا إنجاز لنا إحنا في البحرين، أكيد فرحتكم وفرحتنا، فأقول لكم كل عام وأنتم بخير وجعلها دياركم عامر أكيد بالأفراح. نشكر الإعلام الرياضي فيصل الشوشان على مداخلته الهاتفية معنا في الفترة المسائية من هذا اليوم المفتوح بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ونقول يا سلامي عليكم يا السعودية. ويا سلامي عليك يا السعودية، ويا سلامي عليك يا البحرين على هذا التلاحم الجميل اللي يعبر عن المحبة الكبيرة بين الشعبين. وفعلا الفن والثقافة دور كبير في تعزيز مفهوم هذه العلاقة المميزة بين البلدين، والفنانين والمثقفين رسالتهم في هذا المجال اللي يعبرون عنها في كل مناسبة هامة لكلا البلدين. بالتأكيد أحمد، نعم الفن والثقافة لهم مكانتهم عندنا، وما يخلو أي عمل فني بحريني من عنصر سعودي، وما يخلو عمل فني أيضا من عنصر بحريني في تكامل وتوافق جميل وتناسق ملحوظ بين الطرفين. خلونا نشوف تهاني الفنانين في هالتقرير للزميلة شوق الدوسري، وراجعين لكم. أحب أهني المملكة العربية السعودية حكومة وشعب في اليوم الوطني، وإن شاء الله الأيام تكون حلوة دائم يعني بالخليج كله، ونحب نهنيهم ونقول لهم كل عام وانتم بخير. أحب أهني الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني وعلى رأسهم الملك سلمان الله يطول بعمره، وإن شاء الله ظل السعودية ديرة أمن وأمان. كل عام المملكة العربية السعودية بخير، وكل سنة وكل سنة إن شاء الله في ازدهار وتطور وللأحسن يا رب. بالأول أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للملك سلمان وللحكومة السعودية والشعب السعودي، وأتمنى لهم سنة خير وسنة مزيد من التقدم والازدهار إن شاء الله يا رب. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، نأكد على هذه المحبة التاريخية لوطن التوحيد المملكة العربية السعودية اللي نفتخر فيها وفي إنجازاتها الكبيرة على جميع الأصعدة وفي كل المحافل الإقليمية والدولية. صد شهادتنا فيش مجروحة يا السعودية، لأني بحريني الهوى ومعشوقتي طبعا السعودية، وكل طبعا ما فينا هوى سعودي، وطبعا سلامي من قلب عاشق لكم يوله للمملكة العربية السعودية بكل تأكيد. بالتأكيد. طبعا إيمان، نشوف احنا الفرحة العامرة في مملكة البحرين، نشوفها في الشوارع، نشوفها في المجمعات، في كل مكان، نشوفها في كل مكان ما شاء الله، فعاليات كثيرة. بعد نصيب صح أحمد؟ أكيد أهم شيء الشعر في أي احتفال، في أي شيء، أي مناسبة لازم يكون الشعر موجود. صحيح. والتعبير يكون مختلف أيضا. نعم، بالشعر كلمات الشعر تكون رنانة وجميلة، خصوصا في حب السعودية وأيضا في حب مملكة البحرين. بالتأكيد. بهذه المناسبة السعيدة على قلوبنا. صح. مشاهدينا راح ننتقل الحين لوقفة شعرية وراجعين معكم. من منطلق وحدة الأمة الخليجية، من شعب داري إلى شعب السعودية، نفرح بيوم الوطن من قلب وياكم، وفراحنا بفرحكم من عمر عفوية، ونفخر بتاريخ موطنكم ونعتز به، يا بلاد عز الخليج أمجادكم حية، من سارعي فوق للعليا بوقفاتك، للسجدة اللي بترابك صادق النية، وقلوبنا بخضرك في الكون خفاقة، بالحق والسيف مشهودة ومزهية، والأرض وحدة مثل مقلوبنا وحدة، وعلاقة الشعب من تاريخ مبنية، جيران والحب يجمعنا ويسعدنا،
وافراحنا دون خلق الله والدية. الله يحفظ بلدنا دائم وتبقى بحرين في خير وتعيش السعودية. فرحة عارمة في البحرين طبعاً إيمان بكل مكان في حتى مجال الشعر مثل ما شفنا. الحين ناخذ الزميل فواز القاسمي من جسر الملك فهد. تفضل فواز. مسي عليكم بالخير والسرور اخواني احمد وايمان. انا متواجد اليوم في جسر الملك فهد. كنا طبعا موجودين من الفتره الصباحيه والامور كلها جميله والاجواء رائعه في الجسر هني من خلال تسهيل موضوع الدخول والخروج حق المسافرين من المملكه العربيه السعوديه من الى البحرين. طبعا احنا بهذه المناسبه نحب نجدد التهاني والتبريكات للقياده السعوديه الكريمه ونهني قيادتنا ايضا لانها المناسبه مناسبه للسعوديه لكنها ايضا مناسبه عزيزه على قلوبنا نحتفل فيها في هذا اليوم. وبهذه المناسبه طبعا يسعدنا ان يتواجد معنا الاخ محمد الشيخ مساعد مشرف نوبه في اداره الجمارك بوزاره الداخليه وفي جسر الملك فهد. حياك الله يا شيخ. الله يحييك. مرحبا. ارفع اسماء ايات التبريكات والتهاني الى مقام جلاله الملك وولي العهد المملكة السعودية بمناسبة اليوم الوطني. ومثل ما انتم شايفين احنا الحمد لله الكل مستعد من المسؤولين ومن موظفين وزيادة العدد وفاتحين احنا المسارات كاملة. قبل إدارة الجمارك وإدارة الجوازات على جسر الملك فهد، شلون كانت أبرز الاستعدادات بمناسبة اليوم الوطني السعودي؟ مثل ما تعرف ان اليوم هذا يوم عظيم، اليوم الوطني السعودي، فالاستعدادات تكون لازم افضل بزيادة العدد والموظفين ونفتح المسارات كلها والتعاون بيننا وبين الاخوان بالجوازات من الجهتين من الدخول ومن الخروج، والحمد لله والتسهيلات والكل مستعد حق هاليوم العظيم اليوم الوطني. يعني نقدر نقول ان هذه تسهيلات موجوده على اتم استعداد من قبل الاداره في الجمارك والجوازات. معالي رئيس الجمارك والمدير مدير المنفذ والمسؤولين وكلهم والمسؤولين بالمؤسسه الجسور والجوازات والمديريه والكل الحمد لله على استعداد والكل جاهز حق هاليوم العظيم. ممتاز. طبعا احنا لو بنتكلم عن التعاون بين الجانبين البحريني والسعودي خلال هذه اليوم وخلال سائر الأيام، شلون كانت الاستعدادات بين الجانبين في التسهيلات للدخول والخروج؟ ومثل ما قلت لك من البداية يكون الاستعداد الكل مزيد عدد الموظفين طبعاً بيصير زيادة غير النوبة اللي موجودة، فبيصير بالخروج وفي الدخول وهما نفسنا الأخوان في السعودية حق هاليوم الكل فاتح المسارات والكل متعاون وأي شيء نبي وهما أي شيء يبون. مثل ما قلت لك هم الجوازات السعودية والبحرين والجمارك كلنا واحد الحمد لله. اللهم ان هذه بس ممر يعني والشعب السعودي والبحريني واحد. حياهم الله في بلدهم البحرين والله يحفظنا. طبعا احنا نأكد على هذه النقطة بأن البحرين والسعودية واحد، مثل ما نقول الجيران ما بينهم كلافة حتى. لو بنتكلم عن الإقبال اليوم نشوف الإقبال ممتاز وكبير على المنفذ البري بين المملكتين، لكن شلون شفت اليوم بشكل عام من الصبح لهذه الفترة اللي احنا موجودين فيها فترة المساء؟ الحمد لله اليوم مثل ما تشوف الكل والفعاليات الحمد لله البحرين بعد احنا مسويين، مثل ما قلت لك البحرين والسعودية بلد واحد، يعني اليوم الوطني هو اليوم الوطني حق البحرين وحق السعودية، فالكل يعني الحمد لله مستانس وفرحان وعسى ان شاء الله يدوم الامن والامان بين المملكتين البحرين والسعوديه بفضل الله بفضل القيادتين قياده خادم الحرمين وبقياده جلاله الملك. والله يحفظهم ويعطيهم ان شاء الله طوله العمر والحمد لله البحرين والسعوديه بامن وامان. اللهم امين. الله يديم هذا الامن والامان. كل الشكر لك اخوي محمد الشيخ من اداره الجمارك في وزارة الداخلية بمملكة البحرين. الله يحفظنا ويحفظ الجميع إن شاء الله. اللهم آمين. حياهم الله. الله يحييك. طبعا أحمد وإيمان طبعا مثل ما نشوف حاليا الإقبال كبير وممتاز على الجسر اللي هو المنفذ البري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. طبعا احنا نحيي إخواننا السعوديين
على قدومهم للمملكة، وأيضا نرحب فيهم في بلدهم الأول مو البلد الثاني، لأن احنا وهما واحد. ونرجع لكم إن شاء الله في الاستديو أخواني أحمد إيمان، وإذا كانت لنا فرصة ثانية راح نكون معاكم من تغطية مباشرة من جسر الملك فهد. شكرا فواز، يعطيك العافية. يعني فعلا أحمد يعني نلاحظ الفرحة موجودة حتى على في الجمارك بجسر الملك فهد، تشوف يعني الشعب السعودي مستمتع ومستانس ومحتفل أيضا ويا يحتفل في البحرين، فهذا شيء جدا جميل. نعم. لنا الفرحة في الجسر لها طعم حلو مثل ما شفنا، وأيضا نشوف حتى اليهال يعني كل واحد ميود علم السعودية وقاعد يرفرف فيه، نشوف السيايير وهم حاطين علامة السعودية فطبعا شيء جدا جميل. صحيح. وحلو. يمكن حتى شفنا يعني يوم قالت لنا اكيد الزميله زينة مصطفى الاجواء الجميله في جزر امواج فعلا، ايضا مع الشعب السعودي مستمتع بهذه. صح، شيء جميل الاحتفالات والايام، وهاي يدل على محبه الوطنين. صحيح. احنا وطن واحد، احنا مو بلدين منفصلين، يعني حتى احنا لما نروح السعوديه او السعوديين يجون لنا احنا مو يعني مو حاسين ان احنا رايحين وقاعدين نسافر او مسافرين، بالعكس هذه ديرتنا. صحيح. مشاهدينا أكيد راح نطلع فاصل بعدها نرجع نتواصل معكم، فلا تروحون بعيد. رجعنا لكم مشاهدينا في اليوم المفتوح بمناسبة اليوم الوطني وذكرى توحيد المملكة العربية السعودية الشقيقة اللي تجمعنا بها روابط جميلة، ونحمل لها ولحكومتها وشعبها كل مشاعر الحب والوفاء. في هذا اليوم التاريخي نستذكر كلنا هذه الذكرى المشرفة بإجلال واعتزاز وتقدير المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه. الملك المؤسس على كل ما حقق لهذه البلاد المترامية الأطراف من وحدة، ولم صفوف أبنائها تحت راية التوحيد وتحقيق الإنجازات الكبيرة اللي شهدها القاصي والداني. وطبعاً نشوف هالتخرير للزميلة أسماء الشيخ عن دور وإنجازات المملكة العربية السعودية الشقيقة، تابعوه معنا وراجعين لكم. تأسست المملكة العربية السعودية عام 1932 ميلادية بعد أن تم توحيدها على يد الملك عبد العزيز آل سعود، وعلى خطى المؤسس توالت الإنجازات على يد كل الملوك المغفور لهم سعود وفيصل وخالد وفهد والملك عبد العزيز، وتواصلت النهضة على مداد المملكة من العاصمة الرياض إلى جدة والدمام، وصولا إلى كافة المنطقة سعيا للسمو بسكان المملكة البالغ عددهم أكثر من 29 مليون نسمة، نهضة على كافة الأصعدة الصناعية، العمرانية، الطبية، الزراعية، العقارية والثقافية، كل ذلك جاء ضمن اللحمة الوطنية باحترام تام لتقاليدها وعاداتها الإسلامية خاصة، وهي أرض الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة. تولى الملك سلمان بن عبد العزيز المدة التي تولى بها الملك سلمان بالعديد من الإنجازات على المستوى الداخلي والخارجي، وقد أصدر قرارات حاسمة وإجراءات حازمة في الصعيدين الداخلي والخارجي، من أهمها إعلان عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل في اليمن. We'll be right back.
وتحتفل المملكة العربية السعودية بيومها الوطني وسط إنجازات حضارية عملاقة ومتواصلة نحو مزيد من التقدم والإصلاحات وبخطوات تتجاوز كافة العوائق والصعوبات. نعم، والإنجازات اللي حققتها المملكة العربية السعودية تتميز برؤيتها الثاقبة وبالخطوات الحديثة نحو غد أفضل لشعبها وللأمتين العربية والإسلامية ولمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي. بالتأكيد بالحديث حول الدور الإيجابي والمحروري للمملكة العربية السعودية في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي والدول الإسلامية وفي العالم أجمع، يسعدنا نرحب بسعادة الدكتور عبد العزيز العجمان عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى. مساك الله بالخير دكتوري، هلا مرحبا فيك. اهلا وسهلا، انتم طيبين. وانت طيب ان شاء الله. دكتور، طبعا للمملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى دورها البارز دوليا وإقليميا وخليجيا ومحليا أيضا وخصوصا في مملكة البحرين، فلو تكلمنا عن هذا الدور الكبير اللي تقوم فيه المملكة العربية السعودية. بداية أهنى جلالة الملك، نعم، خادم الحرمين الشريفين بهذا اليوم الوطني والشعب السعودي الشقيق وقيادتنا الرشيدة وشعب البحرين أيضا بهذا اليوم، لأن هذا اليوم بالنسبة لنا هو يوم وطني للبحرين. نعم صحيح. والبحرين هي امتداد للسعودية والسعودية امتداد للبحرين، فكلانا شخص واحد يعني. نعم. رجل فيه قلب واحد. صحيح. فالحمد لله. طبعا دور السعودية، دور المملكة العربية السعودية وحضورها الدولي المتميز بإمكانياتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، نعم، وقيادتها الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين أوجد هذه المكانة الكبيرة في نفوس العالم، وكذلك الدور الإعلامي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في نشر هذه الرسالة من خلال المعارض، كما تذكرون المعارض التي تجسد حضارة المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز، شكرا، في عهد الملك عبد العزيز وأصحاب الجلالة أنجاله الكرام رحمهم الله وطال في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين. طبعا تعطي هذه صورة مشرفة لدور المملكة العربية السعودية. صحيح. وتجسد الثقل السياسي والإعلامي والاقتصادي على كافة المستويات، فهي دولة حضارية بكل مقاييس الحضارة التي احنا نعرفها، سواء كانت يعني اقتصادية او كانت اجتماعية او كانت تعليمية او كانت ثقافية او إعلامية او أمنية، فهي دولة عريقة ولها جذور في التاريخ ودولة انبثقت عن دول أسبقتها، الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية وهذه الدولة السعودية الثالثة بقيادة المغفور له بإذن الله تعالى جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل. فمكانة السعودية لها مكانة عالمية ولها أثر في نفوس الناس خاصة بالنسبة للمسلمين. تأكيد. يعني كافة هذه ما يلمسونها الآن يعني من خدمة جليلة تقدم لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة يعني شيء يفوق الخيال، سواء كان من الناحية الإدارية أو كان سواء التسهيلات التي تقدمها المملكة ضيوف الرحمن والإشراف و التام على بيت الله الحرام، فجميع من يأتي إلى السعودية ينقل هذه الصورة المشرفة والمشرقة للمملكة العربية السعودية. بالتأكيد. يعني دكتور، بماذا تصف حرص المملكة الدائم لإصلاح أحوال العرب والمسلمين وتوحيد كلمتهم وصفوفهم من خلال مكافحة التطرف والإرهاب ومد يد العون للاجئين والمنكوبين؟ هذا ليس بدور جديد على المملكة العربية السعودية. صحيح. هذا الدور المشرف ليس بجديد على المملكة العربية السعودية. نعم. المملكة العربية السعودية يعني منذ عهد جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله ومن خلال تعاقب أنجاله على سدة الحكم وهم يقدمون
كل ما يملكون لخدمة الوطن وخدمة المواطنين والاهتمام بقضايا الأمة العربية والإسلامية، ولهم حضور ولهم تأثير سواء كان على الصعيد الدولي أو على الصعيد الإقليمي، يعني عالميا. هذا الدور المشرف الذي تقوده المملكة العربية السعودية هو من أجل الإصلاح وجمع الكلمة، ليس لها هدف وليس لها غاية أن تكون زعيمة في يوم من الأيام أو إمبراطورية على الوطن العربي. السعودية تخدم من منطلق دينها ومن منطلق عقيدتها السمحة، العقيدة الإسلامية السمحة، عقيدة التآخي والتراحم والترابط. فدائما نجدها أول من يمد يد العون للمنكوبين، صحيح. يعني سواء كان في الدول العربية أو سواء كان في الدول الإسلامية أو حتى في غير الدول الإسلامية، صحيح. يعني هذا يؤلف الغلو حول ما تقدمه المملكة العربية السعودية للمنكوبين واللاجئين كذلك. وليس أدل على ذلك إلا اهتمامهم يعني بشعيرة الحج، يعني صحيح. هم الآن يعني يستضيفون الآلاف من الإخوان الفلسطينيين، صحيح. نعم، ومن أبناء الشهداء أيضا من غير الفلسطينيين، نعم. لأداء فريضة الحج ويقدمون لهم الضيافة وحسن وكرم الضيافة وحسن اللقاء، نعم. في هذا المجال يعني، صحيح. نعم. دكتور، احنا مثل ما نعرف بأن الأم هي الحضن الدافئ حق أبنائها، نعم. لو نقارن هالشيء، نعم. نقارن بالمملكة العربية السعودية، نعم. هي الأم، نعم. وهي الحضن الدافئ لأبنائها، نعم. من دول الخليج العربي لما تقوم به من دور مهم. فلو تكلمنا عن هذا الدور المهم اللي تقوم فيه المملكة العربية السعودية في الخليج. المملكة العربية السعودية هي القلب النابض للوطن العربي، نعم. هي القلب النابض للوطن العربي والإسلام، صحيح. فهي حاضنة للجميع وشقيق للجميع وصديق لإخواننا من غير العرب، إخواننا المسلمين. ودور المملكة العربية السعودية في احتضانها وسعة قلبها وسعة صدرها وحكمتها السياسية هي التي أدت إلى هذه النجاحات المتوالية على كافة الأصعدة. يعني احنا لسنا في مجال يعني أن نعدد ماذا قدمت، ولكن الإعلام المرئي والوسائل الإعلام الناعمة قدمت الكثير مما يعني رآه العالم أجمع. فهي الوطن الحاضن والقلب الحنون والأخ والأب لجميع، وهي السند والظهر بكل تأكيد، نعم. لدول طبعا طبعا طبعا. وليس أدل على ذلك الموقف المشرف في إعادة الشرعية، نعم. من خلال قيادة جلالة الملك خادم الحرمين الشريفين لعاصفة الحزب، صحيح. وإعادة الأمن في اليمن، نعم. وإنقاذ المنكوبين. الآن تصور الآن ما حدث في بورما، نعم. شايف المملكة العربية السعودية طلبت من جمهورية بنغلاديش أن تفتح الحدود للاجئين، وأن المملكة العربية السعودية تقدم لهم السكن والعلاج والطعام والمأوى من أجل إنقاذ أخواننا المسلمين الذين تم اضطهادهم من قبل الحكومة البوذية في بورما. نعم. نشوف يعني أيادي المملكة العربية السعودية ممدودة بالتأكيد. بالخير في كل الدول ما شاء الله. نعم. يعني دكتور، لو بسألك، لعبة السعودية دور مهم في ترسيخ أمن البحرين وحماية مقوماتها وانتسباتها الوطنية، فشنو النجاحات اللي تحققت في هذا المجال؟ دور المملكة العربية السعودية من خلال درع الجزيرة، صحيح. العربية وأحداث 2011، نسأل الله ألا يعيدها، وحضورها برجالها وعتادها وقواتها وغادتها، هذا دليل على الأخاء ودليل على وحدة الوطن، بالتأكيد. عرفتي؟ بين الشعبين وبين الحكومتين وبين القيادتين السياسيتين. يعني احنا علاقتنا مع السعودية، المملكة العربية السعودية، هي علاقة
البحرين امتداد السعودية. صحيح. يعني البحرين مملكة البحرين دولة عربية إسلامية، وكل العرب اللي فيها جذورنا كلها في السعودية. أكيد بكل تأكيد. يعني تسألني أنا من العجمان، أنا أقول لك العجمان موجودين في السعودية. الله والنعم. يقف هنا ما عليك زود، حطان، شمر، عتيبة، المطران إلى آخره، كل القبائل اللي موجودة في البحرين ما هي إلا امتداد للعمق الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. فإحنا والمملكة العربية السعودية في مواقفها الدفاعية عن البحرين، وكما قال رحمه الله المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد الله، قال البحرين هي بنتي الصغرى. صحيح. البحرين هي بنتي الصغرى، ودائما البنت الصغرى هي آخر العنقود، فهي أحب حتى من الكبيرة بالنسبة له. فهذا الحب المتبادل يعني، والاحترام والتقدير، ومواقف البحرين أيضا في، لا ننسى أن البحرين كان لها دور في تأسيس وفي دعم المملكة العربية السعودية. بان قيام الملك عبد العزيز رحمه الله في توحيد المملكة العربية السعودية ومساندته ومساعدته في ذلك. ليش؟ لأنه جاء إلى أخوانه وأهله وأقاربه، فوقفوا معه بالرجال، وقفوا معه بالرجال وبالسلاح وبالمال، وأمدوه وأعانوه، فاستطاع أن يؤسس الآن الدولة السعودية الثالثة. صحيح. يمكن نشوف هذا الشيء دكتور حتى بين الشعبين، يعني يعني العلاقات الموجودة بين الشعبين، المحبة، علاقات أسرية. صحيح. علاقات أسرية وعلاقات اجتماعية وعلاقات أيضا شملت المجال الاقتصادي والتعليمي والجميع كافة المجالات، يعني العلاقات متشربة. بالتأكيد. يعني متشربة بين البلدين الشقيقين وبين الشعبين الشقيقين أيضا. نعم. طبعا نشكر ضيفنا في الاستديو سعادة الدكتور عبد العزيز العجمان، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، على تواجده معنا في هذه المناسبة السعيدة. والحين مشاهدينا نرجع مع زميلتنا زينة مصطفى من جسر أمواج ونشوف معاها الأجواء. تفضل زينة. ورجعنا لكم مشاهدينا لننقل لكم أجواء الفرح بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وأكيد هذا اليوم ما يحلى إلا بوجود الأطفال اللي هم ينتظرونه من سنة لسنة عشان يحتفلون فيه مع أصدقائهم ومع أهلهم. فالحين معي أصدقائي الجدد، خليني أتعرف عليهم وأشوف شنو حابين يقولون بهذه المناسبة. مرحبا. والله نواف، شنو تقول بمناسبة اليوم الوطني؟ أولا أهني الشعب السعودي وهني الشعب البحريني، وشكرا على حسن الاستضافة، وهني الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وولي العهد أمير محمد بن سلمان، والله يديم علينا وعليكم الأمن والأمان. آمين يا رب. نواف، شو تسوي في اليوم الوطني في السعودية؟ والله ما يحلى إلا بالثوب، ثوب رسمي والرقص والشيلات وإعلام، مع وجود أصدقائنا طبعا، والسولي والفلة ونضحك وبس، وش ما ورسم، ولازم يكون ما تحلى الا بلصف رسمي. حلو حلو، ان شاء الله تستانس بعد هني. ثامر، انت شنو حاب تقول بهذه المناسبه؟ احب ان اقدم التهاني والتبريكات لسيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، واشكر الشعب البحريني وملك البحرين على حسن الاستضافه. يا حياكم الله. ثامر، ابيك تقول لي شنو عاده تسوي في اليوم الوطني في السعوديه، وشنو سويت اليوم في البحرين؟ في السعودية طبعاً نتجمع مع الأقارب ومع الأصدقاء مع الأعلام واللبس الرسمي، ونهني بعض ونهني الناس اللي ما نعرفهم بعد الشعب السعودي، واليوم جينا نهني الشعب البحريني وأقربائنا هنا في البحرين وبس. تحس هني اليوم يختلف ولا تحس لا نفس الشيء؟ تحس روحك أنت في السعودية ومستانس؟ نفس الشيء والله، مستانسين وهناك كلنا اخوانا. يعطيكم العافيه، وان شاء الله تستمتعون وتقضون هاي اليوم بنفس الطريقه اللي تقضونها في السعوديه ان شاء الله. ان شاء الله. انا عبد الله من قبل شوي جايني يبي يغني، صح؟ شنو تبي تغني؟ يلا سريع، يلا طالع وغني لنا. سارعين بالمجد والعلياء، مرتنيني خالق السماء، ارفع قطعان اخضر يعني
أكبر. ما هو أكبر؟ يا مو بني عاش الملك الوطن والوطن. عاشت السعودية وأكيد دام عز هذه الوطن، وأكيد الله يديم الأمن والأمان عليهم وعلينا. عودة للاستديو مع الزملاء. شكرا لك زينة مصطفى على نقل مظاهر الفرحة وتهاني المواطنين في مملكة البحرين باليوم الوطني السعودي، واستلمنا أيضا تهنئة بهذا اليوم سعادة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، نوى فيها بعمق العلاقات البحرينية السعودية موضحا أنها تزداد نموا ورسوخا بفضل توجيهات واهتمام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما، مشيرا إلى أنها علاقات قوية ترتكز على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي بناها الأجداد ويتوارثها عنهم الآباء والأحفاد بكل معاني الفخر والاعتزاز وأيضا التقدير. وأعرب أيضا عن أصدق التهاني وأطيب التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة. سألنا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا بالمزيد من النمو والتقدم والازدهار. وأشاد السفير البحريني بما حققته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من تطور وتقدم في مختلف المجالات في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، بما يحقق المزيد من الأمن والاستقرار للشعب السعودي الكريم، منوها بدور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مؤازرة جهود خادم الحرمين الشريفين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال رؤية 2030 وغير ذلك من المبادرات والمكتسبات للوطن والمواطن السعودي. وأكد السفير البحريني أن ما بين البلدين الشقيقين من تطابق في السياسات والمواقف تجاه القضايا الثنائية والخليجية والإقليمية هو انعكاس لما بين القيادتين الحكيمتين من تفاهم وتعاون وتنسيق واحترام متبادل، مشيدا بمواقف المملكة العربية السعودية النبيلة الداعمة لمملكة البحرين في مختلف المجالات. نشكر سعادة الشيخ حمود بن عبد الله الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية على هذه اللفتة الجميلة منه، ومو غريب عليك يا أبو عبد الله هذه الروح المشعة بحب المملكتين السعودية والبحرين. والحين معنا عبر الهاتف أمام مشاهدينا، الحين راح نطلع لهذا التقرير وراجعين لكم. طبعاً بسم الله الرحمن الرحيم، أنتهز هذه المناسبة لأرفع باسمي واسم منسوبي جامعة الخليج العربي أطيب التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة اليوم الوطني السعودي، متمنيا لخادم الحرمين بالدعاء بالتوفيق والسداد، والتهنئة أيضا للشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة. دعني الله أن يديم عليه الرخاء والرفاهية بإذن الله تعالى. أتحدث اليوم عن في هذه المناسبة، مناسبة اليوم الوطني السعودي، عن دور المملكة العربية السعودية من خلال جامعة الخليج العربي التي هي جامعة خليجية ومشروع خليجي مشترك، وأيضا مؤسسة التعليم العالي وفي مملكة البحرين. المملكة العربية السعودية لها دور رائد مع شقيقاتها الدول الخليج العربية في مسيرة التعاون والتكامل الخليجي في عدة مجالات، من المجالات العسكرية والمجالات الأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وعدد من المجالات.
وشاركت شقيقاتها الدول المجلس في تحقيق وترجمة هذه الروابط الموجودة بين دول الخليج العربية، سواء روابط أسرية أو ثقافية أو اجتماعية، إلى واقع على الأرض من خلال القرارات أو المشاريع الرئيسية التي نراها ونشهدها اليوم، منها الربط المائي والربط الكهربائي والربط بسكك الحديد بين مجموعة دول الخليج العربية. لكن هناك أيضا دور بارز لدعم المملكة العربية السعودية للمشاريع الخليجية من خلال جامعة الخليج العربي كأحد المشاريع المشتركة التي تدعمها المملكة العربية السعودية. المملكة تدعم الجامعة بالميزانية وبالتوجيه والإدارة من خلال مجلس وزراء التعليم العالي، وتدعمها أيضا بالكفايات والقدرات والمهارات السعودية للعمل في جامعة الخليج العربي للمشاركة مع زملائهم الخليجيين في إدارة الجامعة. أنتقل الآن للعلاقات التاريخية الجميلة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. هي علاقة استراتيجية ووثيقة ولها عمق تاريخي امتد إلى الزيارات التي قام بها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن فيصل آل سعود إلى مملكة البحرين في أواسط الثلاثينات من القرن الماضي. قام في ثلاث زيارات لمملكة البحرين، وكانت زيارات استراتيجية أوجدت قاعدة لتعاون استراتيجي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وتوالت بعد كذا الزيارات لملوك المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين. زارها الملك سعود بعد الملك عبد العزيز، ثم الملك فيصل، ثم الملك خالد، ثم الملك فهد، ثم الملك عبد الله، ومؤخرا الملك سلمان في اجتماعات مجلس القمة الخليجي الماضي. فهذه كلها نماذج لأهمية العلاقة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وبين مملكة البحرين، وهناك تواصل وثيق على مستوى القادة وعلى مستوى المسؤولين، وهناك أواصر اجتماعية وثيقة بين البلدين في التواصل الاجتماعي أو المصاهرة أو العلاقات الثقافية بين والاجتماعية بين البلدين. فالحمد لله علاقة مميزة تتميز بها البحرين، مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وأدعو الله تعالى أن يديم هذه العلاقة القوية الاستراتيجية لما فيه صالح البلدين ومجتمعات البلدين بإذن الله تعالى. والحين مشاهدينا معنا عبر الهاتف عضو مجلس النواب سعادة السيد غازي فيصل أرحمة، عضو لجنة المرافق العامة والبيئة وعضو اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة. مساك الله بالخير ورحب فيك معنا في بثنا المباشر بمناسبة اليوم الوطني السعودي. سعادة النائب مساكم الله بالخير إيمان، مساكم الله بالخير أخوي أحمد والجميع ودول البحرين أجمع بعد جميع المشاهدين. يا هلا مرحبا فيك. طبعا سعادة النائب، من خلال متابعتكم للشأن المحلي والخليجي، كيف تنظرون العلاقات الإيجابية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا إذا حبينا نتكلم عن عمق العلاقات الإيجابية مع المملكة العربية السعودية، هذه العلاقة هي تاريخية ممتدة من قديم الزمان وليست حديثة، وكل يوم عن يوم هذه العلاقة تزداد قوة وتماسك، وهي علاقة احنا نشوفها نموذجية على مو بس مستوى العلاقات الخليجية بل على مستوى العلاقات الدولية. بكل تأكيد هذا من حيث مستوى العلاقات وطبيعتها واستمراريتها وأيضا تطورها إلى أبعد الحدود. نعم. العلاقة مع الشقيقة الكبرى اللي هي المملكة العربية السعودية ازدادت متانة وقوة في ظل الأزمات والتحديات اللي مرت فيها المنطقة. نعم. بحيث ان احنا كل ما نشوف ان الازمات والتحديات والصعوبات تزيد في المنطقه، كل ما تترسخ العلاقه اكثر بين المملكتين على صعيد القياده او على صعيد الشعوب. اللي حبيت اقوله هو ان قليل لما نشوف علاقه بين دولتين متجاورتين بهاي المستوى من التنسيق والتوافق في مختلف الاراء والمواقف السياسيه وفي التعاون والتلاحم بين الشعبين. نعم. يعني بحيث يمكن نقول بأن علاقتنا مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية هي علاقة مثالية ونموذجية
مثل ما قلت لك مو على مستوى الخليج بل على مستوى دول العالم. نعم بكل تأكيد. سعادة النائب بيالي تكلمنا عن الدور الهام اللي تقوم فيه المملكة العربية السعودية ودورها الريادي في المنطقة والعالم. المملكة العربية السعودية دولة قوية، دولة عربية إسلامية، دولة كبيرة ولها وجود قوي وكبير في كل المحافل الدولية، وهي تقوم اليوم بدور محوري على كافة الأصعدة سواء كانت السياسية أو الاقتصادية في المنطقة، وهي أيضا حائط صد منيع ضد كل المحاولات التي تستهدف أمل بلداننا. بالنسبة لنا احنا في مملكة البحرين اعتبر المملكة العربية السعودية هي العمق العربي والإسلامي والتاريخي والجغرافي لنا، وتمثل لنا وحدة الهدف المصير، وهي الدولة بدون مجاملات هي الدولة الصادقة والوفية تجاه البحرين، ولا دائما توقف مع البحرين في كل المحطات والظروف. واحنا ايضا في البحرين هني سواء كنا على مستوى القيادة او الشعب نبادلها نفس الصدق والوفاء والوقوف معه في كل الظروف. بالتأكيد. نعم نشكرك سعادة النائب غازي فيصل آل أرحمة، عضو لجنة المرافق العامة والبيئة وعضو اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة للشباب والرياضة، على مداخلتك الهاتفية معنا في بثنا المباشر بمناسبة اليوم الوطني السعودي. بالتأكيد طبعا مشاهدينا بثنا المباشر راح يتواصل معاكم، والمشاريع النهضوية أيضا حققت إنجازات متعددة بين المملكتين، خاصة وأن جسر الملك فهد سهل في انسيابية حركة المشاريع التنموية ووفرت فرص عمل كثيرة للشباب من كلا البلدين. نعم، وللحديث أكثر حول الجوانب الاقتصادية بين المملكتين يسعدنا أن نرحب برواد الأعمال الأستاذ حازم جناحي والأستاذة ندى العلوي. مساء الخير وحياكم الله معنا. يا هلا ومرحبا فيكم. طبعا راح نبتدي معك أستاذة ندى، أنت كرائدة أعمال بحرينية، كيف تشوفين الشراكة الاقتصادية بين المملكتين وشنو هي الفرص المتاحة لرواد الأعمال الشباب تحديدا؟ بالطبع هناك فرصة كبيرة، ويمكن حجمها الفرصة صارت يعني أو تحددت من يوم ما افتتح جسر الملك فهد. وأحب يعني أقول بيتين شعر يعني الشاعر غازي القصيبي اللي قال: درب من العشق لا درب من الحجر، هذا الذي طار بالواحات للجزر. ففعلا يعني العلاقة اللي بين البحرين والسعودية علاقة محبة ومودة، يعني احنا دائما وكل يوم نستقبل زبايننا من المملكة العربية السعودية صراحة بوجه مبتسم وجميل، ويعني حتى هم لما يزورونا هناك تقدير جميل ورائع يعني منهم، ويمكن يعني حتى مشاركتنا معاهم بدينا مع عنصر الشباب، يعني حاليا احنا نشتغل مع احدى الفنانات السعوديات اسمها نوف السماري، وفي ايضا مجموعه من الفنانين الاخرين اللي نشتغل معاهم. وطبعا حتى التعاون اللي بيننا وبين بعض بين المملكه من ناحيه العرض وحتى فرص التعاون متعدده، واحنا دائما في تطلع لفرص اكثر واكثر حتى معاهم. نعم. استاذ حازم، نشوف استثمارات اقتصاديه متنوعه مشتركه كبيره بين المملكه العربيه السعوديه ومملكه البحرين، لو توصف لنا وتقول لنا عن مدى بيئه الاستثمار اللي تشجع المستثمر السعودي وايضا المستثمر البحريني في كلتا البلدين. اذا تسمحوا لي في البدايه. نعم. حبيت اتقدم باصدق التهاني والتبريكات الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. نعم. وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بمناسبة يوم التوحيد المملكة العربية السعودية 87. طبعا الجواب على سؤالك أخوي عن جاذبية الاستثمار، إحنا طبعا المنطقة كلها قاعد تمر بتطور في طرح المشاريع الريادية والاستثمارية. نعم. فعندنا احنا الله يسلمك في البحرين وفي السعودية رؤيتين متطابقتين، هي رؤية 2030. احنا بدأنا فيها من 2008، وفي 2014 السعودية دشنت رؤيتها. صحيح. وفي تطابق شبه تام
أو انصهار خلينا نسميه بين الرؤيتين اللي هو التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الريادي والاستثماري. فبنشوف احنا نتوقع ان نشوف كثير مشاريع مشتركه بين رواد الاعمال الشباب البحرينيين يروحون السعوديه والسعوديين البحرين. صحيح. وطبعا وزاره الصناعه والتجاره والسياحه اسست مكتب لتسهيل امور تاسيس الشركات للاخوان السعوديين، وتبين هذه اهميه السعوديه ومكانتها في الاقتصاد البحريني. ما شاء الله، طبعا شيء جدا جميل، في تسهيلات واضحه ايمان. صحيح. مثل ما قالها الاستاذ. نعم صحيح. يعني استاذ ندى، سوق المملكه العربيه السعوديه هو سوق جدا كبير، وهو دائم على يعني دائم ايضا للبحرين، هل تشكل هذه العوامل قوه الاقتصاد البحريني والسوق البحريني ايضا؟ بالطبع. يعني مثل ما تفضلت يعني وقلتي. نعم. انه هو سوق كبير جدا، الفرص فيه جدا كبيره. وإحنا يعني كالبحرين دورنا ك يعني في استضافتهم حتى أن نقدم لهم الشيء المميز، الشيء الجميل الرائع اللي ممكن لما هم يزورون بلدهم الثاني البحرين نستقبلهم بأفضل مظهر وأفضل صورة، إن كان من مشاريعنا المميزة اللي ممكن يعني تجدد التعاون بيننا وبينهم، أو حتى من أشياء بسيطة، أفكار بسيطة، وتطور العلاقات الاقتصادية بيننا وبينهم. شيء جميل. نعم. أستاذ حازم، من شوي تكلمنا عن التسهيلات الاقتصادية، برأيك هل الشراكة الاقتصادية والتبادل أيضا التجاري بين المملكتين عزز أواصر الاقتصاد، وهل عكس العلاقة الخاصة بين المملكتين؟ بالطبع. طبعا احنا علاقاتنا في مع السعوديه. نعم. منذ القديم، وطبعا حتى اذا نرجع للتاريخ البحرين هي مركز تجاري حق المنطقه، ففي بدايات القرن العشرين كانوا الاخوان من السعوديه يجون من نجد وعنيزه يجون البحرين. صح. على اساس ياسسون تجارتهم، وبعدها مع استخراج النفط في السعوديه في عوائل البحرينية راحت السعودية وأسست مع الأخوة السعوديين أرامكو. نعم. وعندنا مشروع التاب لاين، والخبر يعني كانت مأهولة بالبحرينيين. نعم. وبعدها دخلنا في مسألة الشراكة المؤسسية بين الحكومات. نعم. مثل ألمنيوم البحرين اللي دخلت الحكومة السعودية، البتروكيماويات أيضا. صح. وبعدها الجسر. فيعني أنا أعتقد صعب أنك تشوف شعبين بينهم تكامل مثل الشعب البحريني. صح. والشعب السعودي في جميع يعني الأواصر، بما فيها الأواصر التجارية والاستثمارية. وفي عوائل كثيرة اليوم يعني صارت ريل هني وريل هناك، يعني صعب انك تميز من هاي، هل هو بحريني الجنسية او سعودي الجنسية. بالضبط. يعني استاذة ندى، اكيد عندك كلمة حابة تختمين في هذا اللقاء توجهينها للشعب السعودي وايضا لكل مستمعينا او كل مشاهدينا بمناسبة اليوم الوطني السعودي. طبعا اللي احب اختم فيه ان احب اهنيهم وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان، واهني الشعب السعودي كله، ونقول لهم حياكم في بلدكم الثاني البحرين، ويزورونا وهم أهل وأصدقاء وحبايب في نفس الوقت. أستاذ حازم، طبعا تهنئة موصولة للشعب السعودي الكريم، وإحنا جدا متحمسين حق التغييرات الجذرية اللي صارت في الاقتصاد السعودي، واللي تأسست بدخول الجيل الثالث للمؤسس اللي هو صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان. أنا أطلق عليها الدولة السعودية الرابعة الفتية الشبابية، فإحنا نتوقع يعني كل الخير للشعب السعودي، وإن شاء الله نكون معاهم يد بيد ونبني دول مجلس التعاون ودولتين مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. مشكورين ويعطيكم العافية. كل الشكر لرواد الأعمال الأستاذ حازم جناحي والأستاذة ندى العلوي على تواجدهم معنا في الاستديو في اليوم الوطني السعودي. السعودية عيني اليمنى والبحرين عيني اليسار، شلون ما أشوف الخير وانتو عيني الثنتين. في قلب كل بحريني وكل سعودي أكيد حب وتقدير واحترام للمملكتين بقيادتهما وشعبهما، وخلونا نشوف هذا الحب في تقرير الزميل بسام علي مع تهاني المواطنين بهالمناسبة السعيدة. نهنى الشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني وكل عام وهم بخير. هني الشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني قيادة وشعبا.
كل عام وبابا سلمان بخير والسعودية وأهلها كلهم بخير. نحن كشعب إماراتي أحب أهني الشعب السعودي بالعيد الوطني، كل عام وأنتم بألف خير. أهني الشعب الكويتي، هني الشعب السعودي بعيد الوطني. هني مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله باليوم الوطني السعودي، وإن شاء الله أن استمرار للعهد الخير والعطاء لبلدنا ولجميع بلاد الدول العربية والإسلامية. أنا هني من مملكة البحرين وأنا إماراتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، ونحب نشارككم في هذه المناسبة والله يديمها إن شاء الله دوم بعز وأمان وفخر لدول مجلس التعاون إن شاء الله جميعا. أحب أهني الشعب السعودي والقيادة السعودية باليوم الوطني، وعسى دائما الأفراح عليهم وعلينا كلنا دائما بالخير، وحياكم الله دائما بديرتكم البحرين. طبعا نبارك إلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية على رأسهم الملك سلمان حفظ الله ورعاه، مناسبة العيد الوطني، وطبعا أعياد السعودية هي أعياد مملكة البحرين. طبعا الكل يعرف أن مملكة البحرين ومملكة العربية السعودية كالعينين في الرأس الواحد. كل عام والسعودية بخير. نهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا باليوم الوطني. أحب مبارك للشعب السعودي على اليوم الوطني. طبعا الشعب السعودي لو تكلمنا فيه بعدنا ترى مقصرين فيه، يستاهلون اكثر واكثر والزود ان شاء الله. نهني الشعب السعودي بمناسبه العيد الوطني، ونتمنى للمملكه العربيه السعوديه والخليج العربي الامن والاستقرار. كل عام والسعوديه بخير. وهذا اليوم يوم مو لهم بس عيدهم، هو عيدنا، لان احنا نكمل بعضنا بعض، خاصه في مجلس التعاون الخليجي. يعني اشوف يقول الاساس هي السعوديه. كل عام والسعوديه بخير. احب اهني نيابه عن الشعب الاماراتي الشعب السعودي بعيدهم الوطني، وكل عام هم بخير ان شاء الله، وقيادتهم ان شاء الله ايامهم كلها سعيده يا رب. كل عام والسعوديه في خير ودول الخليج جميعا. كل عام والشعب السعودي بخير. لما توجه بخالص تهاني وتبركات للقيادة الرشيدة بالمملكة العربية السعودية والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي 87. كل عام والسعودية. يتجسد العمل الأخوي المشترك بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في الفعاليات والأنشطة المشتركة اللي تقوم بها المؤسسات في المجتمع المدني في كل البلدين. وفي هذا الجانب نفذت مؤخراً جمعية البحرين للعمل التطوعي عدة فعاليات، أهمها الاحتفال بيوم الشباب الدولي من خلال حفل مشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى إطلاق مبادرات عدة في هذا الحفل. نعم، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا في الاستديو السيد عبد العزيز راشد السندي رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي، السيد محمد فلاح الفارس الخالدي رئيس الشؤون الإعلامية في جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية من المملكة العربية السعودية. نرحب فيكم معنا في اليوم المباشر وحياكم الله معنا. الله يحييك ويبارك فيك. يا هلا ومرحبا فيكم. طبعا راح ابتدي معاك استاذ عبد العزيز، لو تعرفنا عن العمل المشترك بين جمعيات في مملكة البحرين وايضا في المملكة العربية السعودية، وكيف شفتوا هذا التعاون بين الجمعيات؟ طبعا في البداية نرفع التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. نعم. وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولا الشعب السعودي كافة بمناسبة اليوم الوطني. ونتمنى للمملكة العربية السعودية مزيد من التقدم والازدهار والرخاء في عهد هذه العائلة الحاكمة الكريمة. في البداية طبعا تتجسد التعاون والتآلف بين الجمعيات في المملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في مختلف الأنشطة، ومنها نشاط العمل التطوعي واللي أقمناه بالتعاون مع جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية وفريق دارين تطوعي لاحتفال بيوم الشباب، اللي أبرزنا فيه
المبادرات الشبابية المتميزة في كلا البلدين، وكان الحمد لله هذه بداية خطوة لمشوار أمامنا طويل، راح يكون إن شاء الله حافل بالأنشطة والبرامج على مستوى المملكتين ودول مجلس التعاون الخليجي. شيء جميل إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ محمد، يعني مثل ما نعرف أن مملكة البحرين المملكة العربية السعودية بلدين شقيقين من قديم الزمان على جميع المستويات، لكن ممكن تحدثنا أكثر عن شعوركم بهذا التعاون والعمل المشترك، وهل هذا هو أول عمل مشترك بين جمعية البحرين العمل التطوعي وجمعية عنك الخيرية؟ طبعا هذا أول شراكة. نعم. وصراحة كنت متفاجئين، يعني ما كنا متوقع أننا يعني بنطلع خارج ذا، وشعور صراحة لا يوصف، خاصة أن الجمعيات البحرين جمعيات ملهمة، خاصة البرامج الأنشطة اللي طلعنا عليها هذه صراحة ملهمة. فنطمح إن شاء الله شراكة أوسع إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أستاذ عبد العزيز، خلال الحفلة أطلقت لجنة المتطوع الدولي، ممكن تعرفنا على هذه اللجنة وأهدافها ومحاورها أيضا؟ طبعا هي المتطوع الدولي راح نبدأها من البداية بالمتطوع الخليجي، المتطوع الخليجي، بحيث نلم شمل المتطوعين الخليجيين تحت مظلة واحدة ويكون عملنا واحد، واللي هو تحقيقا لمبدأ إن شاء الله الاتحاد الخليجي اللي كلنا نطمح فيه ونتمناه إن شاء الله. فهذه اللجنة بنبدأ بدايتها بالشباب الخليجيين في مستقبل إن شاء الله بيكون في العام القادم إن شاء الله 2018 بيكون تحت مظلة عمل خليجية واحتضان الشباب والعمل على استغلال طاقاتهم الخيرة بما يعود عليهم بالنفع على مجتمعهم إن شاء الله بإذن الله. يعني أستاذ محمد، لو بنسألك كيف ممكن يعزز العمل المشترك بين الجمعيات التطوعية وأيضا الاجتماعية في السعودية والبحرين في إقامة برامج مشتركة بين المملكتين؟ إن شاء الله بيكون في شراكة، البداية بتكون شراكة إعلامية توسعة المجال إن شاء الله، ومن خلالها إن شاء الله راح يكون في شراكة مستقبلية، خصوصا كنا نتكلم أنا والأخ عبد العزيز وراشد، إن شاء الله زيارتهم بيجونا الأسبوع الجاي وبنتوسع إن شاء الله الشراكة، وزي ما تفضل نتمنى إن شاء الله أكثر وأكثر اللي هو على مستوى الخليج. نعم. أستاذ عبد العزيز، تم توقيع 3 اتفاقيات في مملكة البحرين، فلو تخبرنا عن الهدف من وراء توقيع هذه الاتفاقية ومردودها على العمل التطوعي في مملكة البحرين. طبعا من مبدأ يد الله مع الجماعة. نعم. وكلما تكاتفنا واتحدنا ولمنا هذه الجهود في عصبة واحدة كلما كان العمل تميز أكثر وتقدم وقوة. طبعا توقعت اتفاقية بين 3 جمعيات، جمعية بحرين العمل التطوعي وجمعية بصمة خير وجمعية فزعة الشباب. الهدف أن احنا نقيم برامج مشتركة قوية، وعندنا أجندة تحمل برامج وطنية واجتماعية وخيرية من أجل صالح الوطن. شيء جميل. أستاذ محمد، بعد نجاح أو بعد تجربة هذه، بعد نجاح تجربة الفعالية المشتركة بين الجمعيات في البحرين والسعودية، هل ممكن تقام هذه الفعالية في المملكة العربية السعودية أيضا؟ إن شاء الله، هذا اللي بيكون إن شاء الله في الفترة القادمة إن شاء الله بيكون فيه اتفاقيات وفيه إن شاء الله اجتماع، ونشوف إن شاء الله الأنسب البرامج اللي راح تطبق على الجهتين إن شاء الله. إذا ما هي أيضا البرامج القادمة أستاذ في هذا المجال؟ والله احنا متوجهين على فتح اللي هو تدريب العمل التطوعي للشباب وتوعيتهم. نعم. فان شاء الله نستفيد من خبرة الشباب ان شاء الله في المجال هذا. نعم. طبعا نشكر ضيوفنا في الاستوديو، السيد عبد العزيز راشد السندي رئيس جمعية البحرين للعمل التطوعي، والسيد محمد فلاح الفارس الخالدي رئيس الشؤون الإعلامية في جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية من المملكة العربية السعودية، على تواجدهم معنا في بثنا المباشر بمناسبة اليوم الوطني السعودي. وقبل لا نختم معاكم مشاهدينا فقرتنا الليلة من اليوم المفتوح بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حابين نشكر مطعم باركينج على هالكيكة الجميلة اللي نشوفها قدامنا، وبيتالو كافيه على المعجنات، وأيضا جاسم القلاف للضيافة. نستودعكم الله، وتابعوا هذا البث المباشر مع زملائنا من تلفزيون مملكة البحرين. نستودعكم الله، ولازال بثنا المباشر متواصل من تلفزيون البحرين احتفاء بالشقيقة السعودية، وكل عام وأنتم بخير.